محاضرة جديدة راح نحكي اليوم إن شاء الله فيها عن بس الهارت فيلير، تمام؟ الثرومبومبولوزم والفاسكولار ديسوردرز راح نحكيها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، اللي هي بعنوانها طبعا كومبليكيشن اوف هارت ديزيز. هارت فيلير، فشل في القلب، في وظيفة القلب. شو وظيفة القلب؟ بومبينج. معناته الهارت شو بصير فيه؟ inability to pump sufficient blood لمين؟ للأورغانز. إذا ما صار في sufficient blood perfusion بالتالي راح يبطل يوصلها كمان لا أكسجين ولا نيوترينز، غير هيك ممكن تبطل تتخلص من الويست برودكت تاعونها. هي مش one disease، هي syndrome، لأنها أصلا ناتجة عن other diseases. الهارت فيلير قلنا هو الـ end stage لكل أمراض القلب بالضبط. Resulting from structural، واحد مثلا عنده cardiomyopathies، أو functional cardiac disorders، واحد صار مع arrhythmias بعمل له heart failure، that impair the ability of the ventricles to fill or eject the blood. وهذا حسب النوع، النوعين تاعات الهارت حسب الفانكشن طبعا. معظم الهارت فيلير بكون sign symptom status fluid overload or inadequate tissue perfusion. Two major types of the heart failure، احنا حكينا عن side left to right، لكن كمان في عنا حسب الفانكشن شو اللي تأثر بالفانكشن تاعت الهارت. قلنا الهارت بيعبي وبضخ، يا بتكون المشكلة في التعباية يا بتكون المشكلة وين؟ في الضخ. إذا كانت المشكلة في الضخ شو بنسميها؟ سيستوليك هارت فيلير، وبالتالي ما فيش أنا عندي كونتراكشن، وبالتالي بكون طبعا سببها ويكنس بالهارت مصل ام اي مثلا أهم أسبابها، وبالتالي الإيجكشن فراكشن شو مالها؟ سيفيرلي ريديوست، فهي نسميها سيستوليك ديسفانكشن. دياستوليك شو بكون البيشنس عنده؟ يكون عنده مشكلة بالدياستولي. وإذا بتتذكروا بالكارديومايوباثيز مين النوع؟ هايبرتروفي، أو اللي عنده ريستريكتيف، اللي بكون في عنده ستيف نون كومبلاينت هارت ماسلز، وبالتالي البيشنس الفنتريكلز تاعونه شو مالها؟ ما بتعبي، فبكون في عنده decrease بالفولينج أو بال سوري مش بالفولينج بالفيلينج أوف ذا هارت، وهي نسميها diastolic dysfunction. هاي ممكن تعمل both types، ممكن تعمل لنا pulmonary or systemic congestion. pulmonary عارفين ليش، والsystemic عارفين ليش. إذا كانت حالات الهارت فيلير acute طبعا بتخوف كثير، مش مزحة، لأنها ممكن تؤدي لكارديوجينيك شوك بشكل سريع. لكن الحلو فيها انها ممكن تكون ريفيرسبل. معظم الحالات شو مشكلتها؟ بتكون كرونيك، كمان ايش؟ بروجريسيف كونديشن. يعني بروجريسيف كونديشن ما بتحسن، يعني هذا المرض مستحيل البيشنت يصير احسن، بصير دائما أسوأ، لأنه ما في عندي replacement للتشو. التشو اللي بموت اللي خربت ما بصير لها replacement. عضة القلب معروفة شو عضة القلب والبرين، irreversible damage. طيب كيف فوق reversible؟ هاي acute مرة واحدة، acute لي point of irreversibility، أخذتوها بالpathophysiology. طيب مثلا patient صار معه، خلينا أقول لك patients اجت ينتحر drug poisoning، صار معه ممكن يعمل له arrhythmias. او اقول لك واحد لقطته الكهرباء صار معه arrhythmia او وقف قلبه، هذا مثال على acute heart failure، رجعناه راح irreversible او سوري reversible. بينما واحد صار معه MI تأخر تتعالج ماتت التشو، صارت ايش البيشنس معه؟ irreversible damage. فمشكلة الهارت فيلير شو قلنا مشكلته؟ progressive condition. شو علاجه؟ transplant. بس العلاج الوحيد إله heart transplant. أنا بحكي كعلاج مش كمانجمنت، كعلاج treatment. كيف بعالج هذا الديزيز؟ فقط إني أزرع له قلب، لكن مانجمنت كيف بدي أدير هذا الديزيز في كثير مانجمنت.
اني اهم اشي اهم جول الي انه امنع الاكساسربيشن، انه امنع انه الحالة تصير اسوأ. وهيها كاتبينها الجول تاعتنا انه بغير باللايف ستايل، باللايف ستايل تشينجز، واعطيه ميديكيشنز عشان امنع الاكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير. هاي هي الاكساسربيشن، بين قوسين اكساسربيشن او هارت فيلير اكساسربيشن هي نفسها اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير. مثلا البيشنتس احنا بنقول له بدكيش تاكل صوديوم، بدك تقلل من السوائل اللي بتشربها، بدك تلتزم بالادويه. بيشنتس بيوم واحد طبعا بدك تقلل من الاسترس، بيوم واحد اكل له منسف قال ما انا خربانه خربانه اعطوني هالارجيله خربانه وخربانه، اجي اقول لكم بديش اخذ دواء الضغط اليوم، خرب حاله مره واحده بصير عنده اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير. بين قوسين الهارت فيلير بيعتمد على ايش؟ على سيلف كير وعلى كومبلاينس. كومبلاينس شو يعني كومبلاينس؟ يلتزم بالريجيمن، بالميديكال ريجيمن. يعني شو قلنا له؟ التزم فيها. هذا هو الهارت فيلير، بدكيش تسوء حالتك، بدك تلتزم باللي بنحكي لك اياه. والسيلف كير، السيلف كير نقصد فيها بالهارت فيلير، هاي خاصه للهارت فيلير، اسمها هارت فيلير سيلف كير. طبعا منين بحكي لكم اياها؟ لانه كل رسالتي عن هذا الموضوع هارت فيلير سيلف كير. نقصد فيها انه انا شو بقول لك، من انك تلتزم بالادويه، تعمل شويه فيزيكال اكسرسايز ما تتعب حالك، انك الدايت الصوديوم تخففه، الادويه تخفف من الريستريكشن، لما تصير عندك العلامات شو تعمل، انه اذا بلتزم فيها هاي بنسميها هارت فيلير سيلف كير. غير هيك انت غير ملتزم وبالتالي معرض انه يصير عندك اكساسربيشن. طلعوا قديش بامريكا عندهم الموضوع بخوف. طبعا هسه عدد كبير من امريكا، نحن بنحكي عن تقريبا 6 مليون من السكان عندهم هارت فيلير. طبعا بيموتوا بيطلع مليون سنويا بصير معهم هارت فيلير. فهذا كثير ناحية مادية بأثر على الحكومة. في عندهم مساعدات، هي مش مساعدات، زي تأمين للكبار بالعمر بيسموه ميديكيد. تمام، إذا عمركم سمعتوا فيها ميديكير، سوري ميديكير، ميديكير. في ميديكيد للي عندهم حالتهم المادية مش كثير، فبقول لك احنا بنغطي عنك التأمين، بينما الميديكير كير الرعاية للي تلاقي الكبار في العمر. فالميديكير تاع أمريكا القانون بقول هسه أجبر المستشفيات، قال لك ما مريض فوق 65 سنة مغطى بالميديكير اجى عندكم معاه هارت فيلير عالجتوه، ممنوع تطلعوه إلا تتأكدوا إنه أموره تمام. إذا برد يتعب ورجع خلال شهر على المستشفى تتحملوا علاج المرة الثانية أنتم، ما بندفع لكم. وهذا بالقانون الأمريكي، المستشفى ملزم إنه يظلوا يتابع حالة البيشنس. عشان هيك عندهم بيشنس تاع الهارت فيلير طلع من المستشفى بخلوه ينسوا التلفونات وودوا له ممرضين عشان يظلهم يتأكدوا إنه البيشنس ملتزم بالحمية، ملتزم بكل التعليمات اللي بحكوا له عليها. فالموضوع بالضبط. تخيل البيشنس رد رجع على المستشفى، إقامة المريض في المستشفى. أنا بتذكر خط زوجتي على الطوارئ أقل من 4 ساعات أو 5 ساعات في الطوارئ، أجتنا الفاتورة 7500، والله ما عملوا لها إلا ألتراساوند 7500. فالموضوع نحية يا جماعة، بيزنس مستشفيات، بيزنس عبلاطة. اللي بيقول لك أنا بنيت مستشفى عشان يدير بال على الناس كذاب. أنت بيزنس، هذا بيزنس، لو أنها مش مربحة أنت ما عملت. نرجع للهارت فيلير. فالموضوع دائما اقول لك افتح الرساله تاعتي بتلاقينا حكيت عن ايش، عن الكوست، قديش بتكلف. احنا بنحكي عن 33 بليون دولار بالسنه اللي انا عملت فيها الريفيجن او ليتريتشر ريفيو، بتوقع ان توصل 70 بليون دولار بتكلف الحكومه. بليون، بتعرف يعني بليون يعني موازنه الاردن 10 سنوات. طيب والله غير نتقفقف وخلي الشيخ يقول حلال مظبوط نزل استوريا. طيب خلنا نرجع لله، شو دخلنا، شو اللي خلانا نتذكره. طيب هسه الابيسود اوف اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير، شو الساينس سيمتومز تاعونها؟ قلنا اكساسربيشن للسيمتومز، انكريز بالسيمتومز، ديكريز بالكاردك اوتبوت، لو بيرفيوجن، increased hospitalization and طلع لحالهم سبحان الله and health care costs, decreased quality of life.
واحد مش قادر، واحد هو قاعد بيحكي معك بتعب، مجرد انه يحكي بتعب بيكون مبسوط بحياته. فعشان هيك بتلاقي اللي suicide thinking بتلاقي عندهم عالي، depression عالي. المشكلة depression و quality of life هيك باتجاهين، كل واحد بتأثر على الثاني. فإذا كانت quality of life سيئة شو راح يصير مع patients؟ depression. واحد صار مع depression ببطل يأخذ علاج، ببطل يلتزم بأي شيء، ببطل يرد، فبالتالي راح تصير حياته أسوأ، والquality of life شو راح تصير؟ أسوأ. فالموضوع عبارة عن cycle. most common بالpatients اللي عمرهم 75 سنة، لكن بسبب تغيرات الحياة بطلنا نلعب رياضة، بطلنا ناكل أكل صحي، صرنا ندخن، والموضوع أكسسبل بكل سهولة، صار حتى فوق ال 65 نشوف حالات هارت فيلير. عنا بالأربعين. هنا إيش مهم جدا إني أعرفه؟ إيجكشن فراكشن. أفرق بين السيستوليك والدياستوليك هارت فيلير عن طريق مين؟ إيجكشن فراكشن. إذا إيجكشن فراكشن decreased systolic. systolic heart failure. إذا normal أو preserved شو بتكون؟ diastolic. طبعا شو بقصد preserved؟ ممكن تكون 50 فوق ال 50، 50 أو أعلى هنسميه preserved ejection fraction. ejection fraction كيف بقيسه؟ عن طريق echocardiogram. echocardiogram المعادلة ال ejection fraction شو بتساوي؟ ستروك فوليوم على الانت دياستوليك فوليوم كمعادلة. لكن كيف بدي احسب الستروك فوليوم؟ لو ان ايت حسب الهارت بيت، ما فيش بالايكو كارديوجرام بقول لك هي كمية الدم اللي طلعت. طيب شو بحسب؟ بحسب الكارديوجرام بقسم على الهارت يا سلام. لا صل على النبي. طيب صل على النبي. بروح بشوف قديش في عندي انت دياستوليك فوليوم. تمام؟ عرفنا أول ما عبى القلب أخذ الصورة الإيكوكارديوغرافي، عرفنا قديش في فوليوم. وبروح بطرح منها الانت سيستوليك فوليوم. تمام؟ قديش طلع القلب؟ قديش كان فيه؟ وقديش طلع؟ تطلع الكمية. ما فيش، ما هو ما فيش، ماشي بتقدر تعمل هذيك المعامله اللي هاي اذني وهاي اذني بس على الفاضي. انت بدك الطريقه هسه بالايكو كيف بيعملوها؟ هاي بشوف هاي ما هم كاتبين لك اياها وين. فالاجكشن فراكشن كالكوليتد باي سبستراكتنج اماونت اوف بلاد بريزنت بالليفت فنتريكل ات ذا اند اوف ذا سيستولي. من وين؟ من الاماونت بريزنت اوف ذا فنتريكل ات ذا اند اوف ذا دياستولي. فانا قاعد بتطلع معي هنا كميه، ايش هاي الكميه بتساوي؟ ستروك فوليوم. بقسمها على الاي دي في تطلع عندي، عرفنا هذا هي، هاي طريقه قياس سبل ايجكشن. هسه الناتج اللي طلع بيعطيني ستروك فوليوم، يعني عليك بقسمه على ايجكشن، على الاند دياستوليك فوليوم تطلع عندي الايجكشن فراكشن. انت سيستوليك فوليوم هي اخر نقطه. شو كاتب لنا هون؟ ventricle does not completely empty. يعني بين قوسين انا لما شو معنى ejection fraction؟ يطلع نسبه من الدم مش نسبه. ايوه. فانا ما لما يضخ القلب ما بضخ 100% بيطلع كل الدم الموجود فيه، بضل فيه نسبه. تمام؟ هاي النسبه اللي بتضل بنسميها انت systolic volume. عرفتي؟ طيب ال 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 النسبه اللي بتضل ejection fraction شو هي؟ النسبه كم النورمال؟ 55 بالضبط، من 55 ل 65. طيب فبقول لك 60%، واحد عنده 60% ejection fraction شو معناها؟ بقول لك 60% من كميه الدم اللي كانت موجوده بالليفت فنتريكل قبل السيستولي على نهايه الدياستولي طلعت مع هاي الكونتراكشن. تمام؟ هارت فيلير كلاسيفيكيشن، هاي اللي انت هسه سالتني عنها، قلت لي لما يمشي بتعب. هارت فيلير كلاسيفيكيشن حكينا حسب الفانكشن سيستوليك ولا دياستوليك. هسه بدنا نعرف، هاي مش كلاسيفيكيشن غلط، هي جريد. الاصل جريدنج. فطلعوا حسب السيمتومز، البيشنت سيمتومز، واهم واحد فيها بنسميها نيها، اختصارها نيها، لي نيو يورك هارت اسوسيشن كلاسيفيكيشن ان واي اتش اي. معي؟
كلاس، هو فعلا بيسموه كلاسيفيكيشن. ماشي، نيويورك هارت اسوسيشن كلاسيفيكيشن اوف هارت فيلير، نيها كلاس او نيها كلاسيفيكيشن، من 1 to 4 كل ما زدت او كل ما نزلت او كل ما ارتفعت في العدد شو بتصير الحالة؟ أسوأ. يا سلام على العربي. من اللي صحي هسه؟ حلو الموضوع انه كله على اليوتيوب بنزل، انا لا بقصقص ولا شيء. طيب كلاس 1 صلى الله على النبي، واحد عنده هارت فيلير كلاس 1 او جريد 1 نيها كلاس 1، شو معناها؟ البيشنت ما عنده اي ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، واذا عمل اي اوردينري اكتيفيتي، شو يعني بقصد فيها اوردينري اكتيفيتي؟ مشى بهالكوريدور قاعد بيحكي، هاي اوردينري اكتيفيتي، الاشياء العاديه، مش راح يلعب رياضه، هاي مش اوردينري اكتيفيتي، لا الاشياء اللي احنا بنعملها في الدي، راح يتحمم مثلا، هاي اوردينري اكتيفيتي، بتعملهوش فتيك، تمام، ولا بتعمله لا بالبيتيشن ولا بتعمله ديسنيا، تمام. لكن انا اروح افحصه على الايكوكارديوغرافي مبين ان عنده علامات الهارت فيلير، لكن لساته بالايرلي ستيجز، لسه ما دخل الجريد 2، بتلاقي في عنده سلايت ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، هو اتريست بيكون كومفورتبل او كومفورتبل، لكن لما يجي تا يعمل اوردينري فيزيكال اكتيفيتي بصير معاه فاتيج بالبيتيشن اور ديسنيا. زي مريضك لما اجي تا يمشي مثلا مشى 10 خطوات ويقول لك الله تعبت جيبوا لي الكرسي مش قادر اخذ نفس، تمام. فهي كلاس 2. كلاس 3 بكون عنده marked limitation of physical activity، كيف يعني؟ comfortable at rest لكن اقل من الordinal activity، بده يحكي، هذا الحكي هذا حركة بس بده يحكي، شو بيعمل عند البيشنتس؟ palpitation, fatigue and dyspnea. 4 unable to carry out any physical activity without discomfort. دائما حتى على الريست symptoms of cardiac insufficiency at rest. any physical activity بحاول يعمله ال discomfort شو معناها؟ بصير is increased. طيب شو فرق بين 3 3؟ 3 بكون هو مرتاح، لكن اذا بده يحكي بده يعمل اي شيء بتعب. 4 وهو قاعد بكون تعبان، بده يعمل اي شيء بفرط زي ما بقولوا. طبعا 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 هيك عم نعمل. اتيولوجي اهم شيء مين؟ كورونري ارتري ديزيز ام اي present with majority of patients with heart failure, systemic or pulmonary hypertension. عشان هيك اللي لازم الواحد يدير باله من الضغط بتاعه، قلنا الهايبرتنشن شو سميناه؟ سايلنت كيلر. كارديوميوباثيز خصوصا مع جماعات دايليتد، والكونستركتيف ممكن يعمل لنا او الهايبرتروفيك ممكن يعمل لنا دايستوليك هارت فيلير. فالفيولار ديس اوردرز شرحناهم المره الماضيه. رينال فيلير وذ فوليوم اوفرلود، واحد معاه رينال فيلير مثلا صار معاه يو تي اي، بكره الرينال فيلير راح تاخذوها ان شاء الله في الادلتو، واحد صار معاه يو تي اي التهابات مسالك وطلعت العدوى لفوق ضربت النفرونز والجلوميولو نفرايتس صار عند البيشنتس، صار معاه رينال فيلير، بطلت ترشح سوائل، السوائل احتبست في الجسم، هذا كرياته ضغط عمين على الهارت، بصير عنده هارت فيلير. معناته الهارت فيلير سوي رينال فيلير ورينال تسويها بالضبط، هارت فيلير ورينال فيلير بتعمل، والعكس صحيح زيها تقريبا زي البولمونري ايديما، بتقدر تحط البولمونري ايديما معها، فهي بالضبط زي سايكل. الدي ام هذا ريسك فاكتور، اي واحد معاه دايابيتس ميليتس بيكون ريسك فاكتور يصير معاه هارت فيلير. بتزيد الفيسكوسيتي تاعت البلد، فبالتالي القلب بده يشتغل اكثر عشان يضخ. كاردك اريثمياز اتريال فيبريليشن، لانه قلنا موست كومن كرونيك ديسريثميا هي مين؟ اتريال فيبريليشن، بيشتغل كثير 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 راح يتعب. هايبوكسيا هايبوفوليميا سيدوسيس الكترولايت ابنورماليتيز كان وورسن ماي كارديال فانكشن، وهذا كلياتنا متفقين عليه لانه بزيد الشغل تاعته. في شيء نسيوه من الاسباب؟
أنيميا. دير بالكو حدا ينسى إذا معاه أنيميا ويتنشر، مش سهل الأنيميا، فممكن يعمل هارت فيلير، لأنه واحد عنده أنيميا ما فيش عنده هيموغلوبين قاعد بوصل أكسجين، مين اللي قاعد بيشتغل عشان يعوض؟ هارت. الدماغ بقول للهارت مش واصلنا أكسجين، اشتغل أكثر، فممكن يعمل هارت فيلير. باثوسيولوجي مايوكارديال ديسفانكشن زي حالات الام اي بطلت تشتغل، راح يصير ديكريز بالكاردك اوتبوت، السيستميك بلاد بريشر راح يقل، وبالتالي راح يقل بيرفيوجن للكيدنيز. لما يصير يقل البيرفيوجن للكيدنيز، وهسه راح نيجيها على الصور اكثر، واول شيء لما يقل بلاد بريشر مين راح يحفز؟ باروريسبتورز. باروريسبتورز ايش هم؟ هم عبارة عن مجموعة خلايا أو تشو موجودة في الأورتيك آرك وفي الكاروتيد بايفركيشن، حساسات لنزول للضغط أو ارتفاع. أنا هسا قاعد وقمت، إشي طبيعي أني أدوخ، لكن شوية وبرجع طبيعي. ليش؟ باروريسبتورز بتحس إنه صافي عندي دروب بالبلاد بريشر، وبتعمل تقول للبرين اعمل لي فازو كونستريكشن عشان أرفع البلاد بريشر. فلما هذا البيشنت يقل عنده السيستميك بلود بريشر، شو راح يصير؟ شو راح تحس فيها الباروسيبتورز؟ شو راح تعمل؟ فيزو كونستريكشن. هاي انت بتقولي راح يقل بلود بريشر، بس طوال الباروسيبتورز انت بتحكي ريفلكس ثواني، طوال بتعمل فيزو كونستريكشن. فانا بعمل فيزو كونستريكشن، هارت فيلير مع الكاردوجينيك شوك، الكومبنسيشن تاعتها شو يعني كومبنسيشن؟ تعويض سيء جدا للهارت. احنا رح ناخذ ان شاء الله، رح تاخذوا بالكريتيكال، او اذا حابين اسمعوا شرحي بالكريتيكال. في عنا الشوك اللي هي قلنا ديكريز البيرفيوجن للفيتال اورجانس، هاي اسمها الشوك، لها انواع، وكل ودائما الجسم بيعمل كومبنسيشن تعويض، وانا بدي هذا التعويض يصير الا في حاله الكارديوجينيك شوك. التعويض اللي قاعد بصير قاعد بضر في الهارت. هسه بقول لكم ليش. هسه قلنا اول شيء خلينا احكي لكم ليش الفيزو كونستريكشن بضر بالهارت. فيزو كونستريكشن شو راح يعمل؟ بده يزيد البلاد بريشر، وبالتالي راح يزيد الفينوس ريتين على الهارت، راح يزيد البريلود، يزيد الورك لود، ويزيد اوتو ديماند. وقلنا مين اهم اسبابها؟ انا بدي اريح القلب، ما بديش ازيد الورك لود. فهي عبارة انت قاعد بتخرب بالهارت. احنا نفكر احنا قاعد نعمل، الجسم فكر حاله قاعد بيعمل كومبنسيشن، لكن قاعد بزيد الشغل على مين؟ على المسكين الهارت اللي هو اصلا متضرر. غير هيك لما يقل البيرفيوجن للكيدنيز، هاي راح تشغل مين؟ رينين انجيوتنسين الدستيرون باثوي. رينين بحس بيطلع الانجيوتنسين جين اللي بتحول انجيوتنسين 1، انجيوتنسين 1 بتحول لانجيوتنسين 2 في اللانكس. الانجيوتنسين 2 هذا نفسه فيزو كونستريكشن، اللي هو 2 انجيوتنسين 2 بيعمل فيزو كونستريكشن، بالاضافه انه بيطلع مين؟ بحفز الالدوستيرون اللي هو بيعمل شو؟ ريتينشن للووتر والصوديوم. الصوديوم والووتر، الصوديوم هو شغله اكثر على الصوديوم، شغله اكثر على الصوديوم وبيلحق الووتر، فبالتالي بيزيد اللود، وصار في عندي فيزو كونستريكشن، زاد البريلود، زاد البريلود على الهارت، زاد الورك لود، زاد الاوتو ديماند. وقلنا البيشنت شو اهم اسبابها؟ ام اي، اصلا ما عندوش اكسجين وهو ات ريست، تزيد اللود، فبالتالي راح البيشنت راح تصير الحاله عباره نفس الشيء عن سايكل، راح تصير الحاله اسوء واسوء. فيزو كونستريكشن انكريز بالهارت ريت والبلاد بريشر، كونتراكتيليتي، صوديوم اند ووتر ريتينشن، انكريز بالافتر لود. الافتر لود شو بنقصد فيها؟ الريزيستنس الموجود في الاورطه، قديش في بلود بريشر، وبالتالي هذا راح يصير في عند البيشنت دايليشن بالفنتريكلز، لانه مش قادر يستوعب كل هذا البريشر، وممكن يصير معه هايبرتروفي وامبيرد كونتراكتيليتي، كونجستشن، شورتنس اوف بريث، ايديما اللي هي علامات البولمونري ايديما. هاي هالحاله، هاي الكومبنسيشن. قلنا مايوكارديال ديسفانكشنينج في الغالب بتكون اسكيميك زي مايوكارديال او هايبرثايرويدزم. هايبرثايرويدزم شو بيعمل؟ بيزيد الميتابوليزم، فبدي انا اشتغل اكثر الهارت. او مايوكارديال انفاركشن، فالف ديزيز، الكحول، هايبرتنشن، هاي كلياتها من الاسباب راح تعمل عند البيشنتس هارت فيلير، فبالتالي بصير عنده بقل الكاردك اوتبوت، بقل البلود بريشر، بقل البيرفيوجن.
قلنا أول إشي بين بتحفز power receptors. Power receptors موجودة في aortic arch, carotid sinus, بالليفت ventricle. فهي بتعمل على stimulation of vasomotor الموجودة في المدلة. بتحفز مين؟ sympathetic nervous system. sympathetic nervous system شو بيعمل؟ vasoconstriction وبزيد بطلع مين؟ الكاتكلومينز زي الابنفرين الادرينالين الادرينالين. فبالتالي بيزيد الهارت ريت وبيزيد الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت وبالتالي راح يزيد البلد بريشر وهذا كلياته راح يزيد مين قلنا الورك لود على الهارت. هاي اول باث. الباث الثاني لما يقل البرفيوجن للكيدنيز قلنا مين راح يطلع؟ رينين انجيوتنسين الدستيرون ميكانيزم. فرينين بيطلع بيطلع عنا الانجيوتنسينجين من الكبد بتحول انجيوتنسين 1 اللي بتحول انجيوتنسين 2 وين؟ في اللانز. وهذا انجيوتنسين 2 شو قلنا بيعمل؟ فيس كونستريكشن. فبالتالي راح يرفع البلد بريشر ويزيد الافتر لود وبالتالي الهارت ريت راح يزيد لانه بده يشتغل اكثر. وكمان الالدستيرون هذا بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن وبالتالي شو هذا راح يزيد الفوليوم انترافاسكولار فوليوم وهذا كلياته راح يزيد الشغل عمين على المسكين الهارت المتضرر اصلا من جلطه قلبيه اللي هي اهم اسباب. طبعا هذا مع باي تايم شو بيعمل ريمودلينج. شو قلنا ريمودلينج؟ بيغير تركيبه الانسجه هايبرتروفي او دايليشن او ديسبليزي تقريبا. حكينا عن سيستوليك دياستوليك هارت فيلير. هسه نيجي نحكي عن الليفت سايد والرايت سايد هارت فيلير. اذا البيشنت عنده بالليفت سايد هي بنحكي هون الليفت سايد هارت فيلير معناته انا عندي مقاومه هون معناته الدم اللي راجع عن طريق البولمونري فين راح يصير له كونجيشن ويرجع لوين؟ لا البولمونري لللانجز وبالتالي راح يصير مع البيشنت بولمونري إديما. قلنا البيشنت عنده ليفت سايد هارت فيلير يعني الليفت سايد بيطلعش كاردك اوتبوت ديكريزد بالكاردك اوتبوت اللي بده يطلع على الاورطه فبالتالي راح يقل البرفيوجن الواصل للفيتال اورجنز ومن ضمنها البرين كيدنيز تلاقيها مرتفعه والهارت نفسه ممكن يصير في عنده اسكيميا. والبرين شو علامات قله البرفيوجن اللي قلنا كونفيوجن ديكريز ليفل اوف كونشسنس وهي الاشياء او ديزنس سينكوبي. بينما بالرايت سايد هارت فيلير هذا الرايت سايد هارت فيلير الدم اللي راجع من الجسم مش قادر يستوعبه فبالتالي شو راح يصير في عنا ديستندد نيك فينز بالضبط. هذا الليفر شو صار فيه هيباتوميجالي. الليفر بمر منه البورتال فين اللي جاي كل اللي بوصله كل الدم من الجي اي فبالتالي الدم راح يترشح للبريتونيوم والبيشنت يصير معاه حكيتوا لي السايتس. وكمان راح يصير معاه زي ما انتم حكيتوا بيريفرال إديما. هاي علامات الرايت والليفت هارت فيلير. مره ثانيه خلينا نبلش بالليفت. ليفت سايد هارت فيلير بولمونري كونجيشن تلاقي عنده كراكلز بسبب اكوميليشن اوف ووتر في الاير واي لو او 2 ساتوريشن الاس 3 اور فينتريكولار جالوب طبعا نورمال وحكيناها في محاضره الفينتريكولار اما محاضره الفايفولار ديزيزز. ديسنيا اون اكسيرشن اللي صارت مع البيشنتس تاعك ديسنيا بس لا سوري ديسنيا اون اكسيرشن غلط. شو يعني اكسيرشن؟ جهد مشي مش جهد يعني مش لازم يتعب لازم مثلا يروح يركض تلاقيه بتعب هاي بنسميها ديسنيا اون اكسيرشن. اورثوبنيا لما ينام بصير معاه شورتنس اوف بريث دراي نون ريبدكتيف كف انيشيالي وهي كلها علامات البلمونري ايديما. اوليجيوريا بسبب قله بيرفيوجن للكدني ما
وبالتالي بطل يترشح، ما فيش دم واصل، شو بتترشح؟ مش راح تعمل فلترة للدم، وبالتالي راح يقل اليورين. غير هيك احنا غير هيك شو صار معنا؟ الجستيرون، صح حكينا عن الجستيرون بيعمل زيادة بالصوديوم الووتر ريتينشن، وبالتالي راح يقل كميته اللي بده يطلع باليورين. كمان من علاماتها اليورين بتزيد في السبيسيفيك جرافيتي، بترتفع السبيسيفيك، اخذتوها هاي السبيسيفيك، اخذتوها السبيسيفيك جرافيتي ولا لا في اليورين اناليسس؟ برضه سبيسيفيك جرافيتي قدره الكدني انها تعمل ديليوشن لليورين، اذا ارتفعت معناته اليورين شماله مركز بالضبط، وهذا اللي بصير. لان انا سحبت السوائل، سحبت المي رجعتها، فاليورين شو بتلاقي؟ كونسنتريتد، واليلو يلو، واليلو يلو، واللون تاعه بكون يلو او دارك يلو. باروكسيسمال نوكتيرنال ديسنيا، بصحى البيشنت مش قادر ياخذ نفس. كمان ضيفوا لها علامات الديكريس كاردك اوتبوت، بس هم حاطين لنا الاوليجوريا، لكن لا تنسوش البرين انه بصير عنده كونفيوجن، بصير عنده سينكوبي ممكن. رايت سايدد كونجستشن بالبريفرال بالفيسرا، جاجولار فينوس ديستنشن، النيك فين ديستندد، ديبندنت ايديما خصوصا باللور اكستريميتي. ليش باللور اكستريميتي؟ حسب الجاذبيه بالضبط. هيباتوميجالي، اسايتس، ويت جين، وانوركسيا. تخيل واحد الجي اي تاعه الدم ما بتفرغ، هذا اصلا معرض البيشنتس انه يصير في عنده نيكروسيس بالانتستنس، فبصير عندهم انوركسيا، وبالاضافه للستريس اللي هو بكون عايش فيه. مش راح اعيدهم، ماشي؟ مش راح اعيدهم، بيجي نشوف. هاي هي اللي حكيناها هون بتاعت الجي اي، نوجا، فوميتنج اللي هي الانوركسيا، نفس الشيء بتقل البيرستالسيس موفمنت. دياجنوستيك تيست ايكو اهم شيء عشان نعرف الايجكشن فراج، راديو نيوكلايد ايميجينج اللي هي صور نوويه اشوف الميتابوليزم تاعت عضله القلب، فينتريكولوجرافي هاي بالكارد كاثترايزيشن بحطوا الصبغه بضخوها فبضخها، فانا بعرف قديش الفنتريكل او بقيسه بصوروه، تشست اكس راي، اي سي جي، لاب تيست، سيرم الكترولايتس، بلاد يورا نيتروجين، كرياتينين اللي هي الكفت، ليفر فانكشن تيست مهم كمان لانه بصير معهم هيباتوميجالي فبخاف يصير عنده هيباتيك فيلير، سي بي سي فعلا انيميا. ضيفوا لها والله البي ان بي بلاد نيتروتروبيك بروتين، حكينا بالتا بي ايوه بالضبط بيبتايد، هذا للليبيد بروفايل صح؟ لا هذا للهارت فيلير، هذا شرحناها فضيفوه، هذا مهم جدا، هذا مطلوب منكم تضيفوه بي ام بي، ضيفوه يعني بكره ممكن يجيك سؤال عليه. هذا عشان نشوف الهارت فيلير، يعني اذا كان مرتفع بيشنت بكون معاه هارت فيلير. ميديكال مانجمنت الجول تاعونا اني اخفف او اريح مين؟ الهارت. كيف بدي اريح؟ بقلل له من البريلود والافتر لود، فبالتالي لا بدي اجيب عليه شغل كثير، وكمان لما يضخ ما يلاقيش مقاومه، الافتر لود هي المقاومه، ماشي؟ الافتر لود هي بيريفرال فاسكولار ريزيستنت، بيريفرال فاسكولار ريزيستنت بي في ار، هي نفسها الافتر لود، تمام؟ والبريلود الفينوس ريتير اللي بيرجع للهارت، فبدي اقلل الثنتين، بدي اقلل الشغل اللي بدك تشغله، ولما يشتغله واحد ابنك مش ماين عليه، تمام؟ اول شيء وبدك اياه يشتغل بتعطيه شيء بسيط انه يشتغل، صح ولا لا؟ صحيح. ولما بدك اياه يشتغل وشو بتقول له؟ خلص هين انا دقيت لك نص المسمار، ضل عليك النص الثاني. نفس الشيء القلب، انا بدي اخفف عليه الشغل عن طريق البريلود، وكمان اسهل له الجزء المتبقي، اخفف عليه الافتر لود. شو يعني البريلود؟ حكيناها كثير نربطها كثير بالفينوس ريتيرن، لكن هل هي نفسها؟ لا. الفينوس ريتيرن نحن نحكي عن كمية دم، بينما البريلود كمية بريشر، قديش في ستريتش على الفنتريكل على الاندياستوري، يعني قديش عبى كثير.
هاي الأصل البريدولت علاقتها مع الستروك فوليوم أو مع الكونتراكتيليتي سوري طردية علقت شو عمل كيب طيب خلاص لا يشتغل فالبريلود قلنا قديش في ستريتش على كاردك موسلز at the end of the diastole وهذا برتبط مع الفينوس ريتيرن قديش رجع دم للهارت بينما وقلنا هاي علاقته مع الكونتراكتيليتي علاقة طردية الأصل كل ما زاد الستريتش القوة تاعت الكونتراكتيليتي راح تزيد فبالتالي راح يزيد الأوتو ديماند بدها حاجة أكسجين أكثر عشان تعمل كونتراكتيليتي وهذا اللي أنا ما بديش إياه عشان هيك أنا بقللها الأفتر لود شو قلنا عنها بيرفافاسكولار ريزيستنس فإذا في ريزيستنس الهارت مش راح يشتغل صح إيش يعني زي ما ذكيش نتفقد تستخدم مش عقلك زيادة عن اللزوم لا عشان هيك احنا بدنا نحسن من استخدام البيشنس او نخليه adherent compliant يلتزم بالفارماكولوجيكال مانجمنت وكمان بالهيلثي لايف ستايل هيلثي دايت ديكريز بالصوديوم وديكريز بالووتر كمان حتى بالفلويد جنرال كونسلنج ايدوكيشن اباوت الاكسرسايز الصوديوم والفلويد ريتينشن والميديكيشنز وهذول البيشنس قلنا ممكن او علاجهم الوحيد ايش قلنا هارت فيليير هارت ترانسبلانت ممكن يكون في بريدج ايش يمشيهم اللي هو الفات فينتريكولار اسيستنج ديفايس فاحنا ممكن نستخدم ميكانيكال سبورت تو تريت بيشنتس وذ اكوت مايكارديال بامب فيليير ايش هم الميديكيشنز حكينا على انجيوتنسين او الرينين الدستيرون ميكانيزم فضروري جدا استخدم الانجيوتنسين او سوري الاي سي اي انهيبيتورز انهيبيتورز انجيوتنسين كونفرتينج انزايم انهيبيتورز هذا له كثير فوائد اول شيء بيعمل فيزو دايليشن بيعمل ديوريسيس بيطلع كثير من الكدني ديكريز بالافتر لود يعني بيعمل فازو دايليشن لا عشان هيك احنا شو لازم نعمل مونيتور فور هايبوتنشن هايبركاليميا altered the renal function تمام وفي ناس بصير عندهم intolerance بيستحملوهوش لانه بيعملهم كف لانه هذا وين شغله بمنع تحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 في اللنجز فممكن يعمل له alteration ويعمل له كف هذا له فوائد ثانيه بقلل الريمودلينج بيقلل الريمودلينج اللي هي التغيرات اللي بتصير نسيج الهارت اذا البيشنت ما استحمل الانجيوتنسين صار معاه كف انتوليرانس شو بيعطوه انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكر ار ريسبتور بيعملوا البلوكر فهي از ان الترنيت للاي سي اي الافضل اي سي اي اذا ما زبط بعطي انا البلوكرز هيدرولازين از سوربايد نايتريت طبعا هاي أمثلة على مين؟ على الأنجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر أمثلة على الأي سي إنهيبيتور أنجيوتك كابوتين كابوتوبريل إنالابريل هاي كلها أمثلة على مين؟ على الأي سي إنهيبيتور كمان ممكن يضيفوا لها بيتا بلوكرز بيتا بلوكرز لأنها بتتقلل للكونتراكتيليتي ترفع تقلل الكونتراكتيليتي بتقلل الهارت ريت بتعمل فايز دايليشن فبتقلل البلود بريشر تمام بس بخاف منها انه معظم او في حالات الام اي حالات الام اي الناس من اللي ممكن يكون عندهم هارت بلوك هارت بلوك نوع من انواع الديسريثميا راح تاخذوها بسنه رابعه بي ار انترفال بتلاقيها اطول من الطبيعي ماشي هاي بنسميها هارت بلوك لها انواع فالناس اللي عندهم ام اي عامله لهم هارت او هاي الام اي عامله هارت بلوك كونترا انديكيشن انهم ياخذوا بيتا بلوك غير هيك البيتا بيتا 1 بيتا 2 في عندهم ريسبتور وين موجوده في الاير واي فانا بخاف انهم يعملوا فيزو كونستريكشن
فالبيشنس اللي عندهم ازمه لازم استخدم منهم ايش بنسميه سيلكتيف بيتا بلوكر، يعني بس على البيتا 1 الموجوده في الهارت. شو بدك تيجي تفكر مشان شو بدك تعملهم؟ كالسيوم شان بلوكر ممكن، بس كمان نفس الشيء بدي اخفف بس من التسلسل تاع الادويه هي. طبعا دايوريتكس مهم جدا عشان اقلل من الاوفرلود، تمام، اقلل الفلويد فوليوم، لكن بدي احط عيني خصوصا انا بعطي على بعطي ليزكس مثلا على البوتاسيوم ان ايه، تمام. الدكتور بحافظ على، لا استنى شوي عمالي، انت بس راقبوه كثر الله خيركم الالكترولايت، اذا صار فيها خربطه قول للدكتور تعال دبر حالك. احنا كنيرسز، انا بحكي لك شو احنا كنيرس مطلوب منا. دايوريتكس ديجيتاليس، ديجيتاليس شو شغلها؟ بتزيد الكونتراكتيليتي بوزيتيف انوتروبس، ما لنا بطلنا نعرف نكتب نيجاتيف كرونوتروب، شو يعني؟ بتزيد الكونتراكتيليتي بتقلل الهارت ريت، تمام. فهذا اول شيء انا كويس بزيد الكاردك اوتبوت اللي هي المشكله الاصل عند الهارت، لكن كمان نفس الوقت بريحه عن طريق اني بقلل الهارت ريت. مشكلتها بالديجيتاليس توكسيسيتي فيري دينجرس، تخوف كثير خصوصا اذا البيشنتس كان هايبوكاليميا، عنده هايبوكاليميا. مين اللي بيصير معه هايبوكاليميا؟ الناس اللي بياخذوا فعشان هيك انا بقول لكم شو كنيرسس شو دورنا. اول ما تلاقي بيشنتس ماخذ ديوريتكس وديجيتاليس عبا، هذا البيشنتس عندك حاله طوارئ، طوالي بدك تظلك مراقب له بوتاسيوم ليفل. بيشنتس اجانا بحاله اكيوت ديكومبنسيتد هارت فيلير، كثير الساين سيمتومز عندهم مرتفعه، ممكن نستخدم له اي في ميديكيشن زي ما قلنا بحاله الاكيوت ديكومبنسيتد هارت فيلير، زي ميلرينون. ميلرينون هذا سترونج فيز دايليتر، فبالتالي بقلل من البريلود والافتر لود، لكن زي ما قلنا هو سترونج، فمن بخوفنا من الهايبوتنشن مره واحده، وكمان بخاف من الديسريثمياز اللي ممكن يسببها. دوبيوتامين هذا شبيه بالدوبامين، لكن شغله اكثر على ايش؟ انه بزيد الكونتراكتيليتي والرينال بيرفيوجن. اديشنال ثيرابي، بيشنتس راح يحتاج اكسجين بسبب البلمونري ايديما، قله البيرفيوجن. ممكن البيشنتس اذا كان السبب ام اي، احنا نعالج الام اي عن طريق البي سي اي قسطره او الكبج، امبلانتبل كاردوفيرتر ديفيبريليتر اذا كان سبب الهارت فيلير الريثميا، كاردياك ريسنكرونايزيشن ثيرابي اللي هم بيستخدموا البطاريه بيس ميكر بافنتريكولر بيس ميكر، وقلنا العلاج تاعها هارت ترانسبلانتيشن. نيرسينج بروسيس الفوكس تاعتنا effectiveness of therapy، the patient's self-management ملتزم فيها، والسلف-كير هيا سلف-كير والسلف-management. self-management نوع من أنواع السلف-كير. sign and symptoms إذا صار معاه increase بالheart failure أو decompensated heart failure. emotional and psychosocial support لأنه قلنا بصير معهم depression وanxiety. بدنا ناخذ منهم الهيث هيستوري فيزيكال اكزامينيشن، وهي كلها الساين سيمتومز تاعت مين؟ تاعت الهارت فيلير. من اهمها تاعت الهارت فيلير طبعا قلنا المنتال ستيتس بسبب ديكريس كاردك اوتبوت، بدي ارد اعيد اخر مره. لونج ساوندز كراكلز ويزنج بسبب المنال ايديما، هارت ساوندز بشيك على الاس 3، فلويد ستيتس اور ساينز اوف فلويد اوفرلود، ديلي ويت اند انتيك والاوتبوت. من اهم الانترفنشنز، واجت سؤال بتذكره بالانكلكس وجبناه لطلابنا، ديلي ويت كل يوم بدك تقيس وزن البيشنتس، لانه الاختلاف بالوزن معناته زاد الفلويد. اسس ريسبونس تو ميديكيشنز. نيرسينج دياجنوسيز اهم واحد ناسينه، شو هو اهم واحد بالضبط؟ ديكريزد cardiac output related
to the path of surgery. شو المسبب إله؟ MI صار عنده arrhythmias حسب شو السبب. والأزمة manifested by طبعا مثلا confusion حسب شو صار مع البيشنت. هذا أهم واحد number one. بعدين أنت بتيجي بتشوف البيشنت شو حالته. إذا صار عنده مثلا إذا كان عنده crackles مين النمبر one بتصير؟ the crackles اللي هو impaired أو ineffective airway clearance. تمام؟ واحد عنده dyspnea alter the breathing better. بعدين تيجي على C circulation اللي هي decreased cardiac output. أنتوا استخدموها يعني هذا decreased cardiac output للمرض نفسه للمرض نفسه. لكن patients عنده طلعوا عليه patients عنده heart failure وعنده عملت له pulmonary edema. pulmonary edema صارت مع patients crackles وصار معاه dyspnea. شو الأول nursing diagnosis كpriority ineffective airway clearance على A. البي مع انه دسنيا altered breathing better. واخر شيء بروح على المرض نفسه اللي عمل للبولمونري ديما اللي هي ديكريس كارديك اوتبوت. ليش اخر شيء رحت على المرض؟ لانه الاولويه تاعتي اي بي سي. وصلت الصوره؟ مش بكره بتشوف بالسؤال بيشنتس عنده هارت فيلير وعنده بولمونري ديما وكركز دسنيا شو من هذول النيرسينج دياجنوستكس؟ كلهم صح لكن من اهم واحد فيهم ان افكتيف اير واي كليرنس. سيركوليشن بكاردك الرست ماشي بس بكاردك الرست. طيب كمان هذول البيشنتس ليش انا حكيت لكم هاي الاشياء؟ لان مش موجوده بالسلايد. هاي بيعتبروك خلص وصلتك يعني احنا بنعتبرك فهمتها لحالك. انفكتيف اير واي كليرنس اخذناها بالبلمونري هي والالتر بريثنج بتر. ليش ارد اشرحها هون؟ والديكريس كاردك اوتبوت شرحناها في السلايد اللي قبلها في المحاضره اللي قبلها فدير بالك. كمان بتقدر تعطي للبيشنتس اكتيفيتي انتولرانس اكسس فلويد فوليوم بسبب الهارت فيلر سيندروم انكزايتي بسبب الستريس اللي بصير على البيشنتس باورليسنس مش قادر يعمل اشي وكمان لانه بضله رايح جاي على المستشفى ان افكتيف فاميلي ثيرابيوتيك ريجيمن وهنا بيكون دور كبير على الفاميلي كير جيفر. تخيلوا فاميلي كير جيفر بيعاني يعني شو يعني كير جيفر اللي بيدير باله على البيشنت بيعاني من ديبريشن ممكن مرات اكثر من البيشنت نفسه. فالموضوع معقد كثير في المرضى تاع الهارت فيلير. كومبليكيشنز تاع الهارت فيلير هايبوتنشن بور بيرفيوجن كارديوجينيك شوك وهي اكثر شيء بتخوفنا ديسريثمياز لانه صار في ستريتش على الهارت ثرومبيمبوليزم من البولينج تجمع الدم جوات الفنتريكلز بيريكارديال فيوجن كاردياك تامبونات حسب الكوز. جولز بالاضافه للامبروف الاير واي كليرنس والامبروف البريثنج باترن وانكريزنج الكاردك اوتبوت اللي مش مذكورات هون بدك تحسن الاكتيفيتي وتقلل من الفتيك ريليف فلويد اوفرلود سيمتومز ديكريز انكزايتي وتخلي البيشنتس يحكي لنا عن مشاعره اكسبريس الفيلينج عشان عنده انكزايتي وديبريشن Education patients and family. بس قلنا لكم عن self care كان أفضل intervention إنه لما أعلم the patients والfamily. صح نحكي low sodium diet. تخيلوا أنا الوحيد في العيلة مثلا أنا معي heart failure أنا الوحيد في العيلة ممنوع يحطوا لي على البطاطا ملح. بقول لك لا يعني الدكتور زي زيك. فكانوا أفضل إيش بقول لك لما كانت العيلة أو family caregiver يلتزم مع the patients نفس الدايت. تمام؟ أسأل رح نحكي عن الصوديوم. بالنسبة للأكتيفيتي تولرانس بيد ريست إذا صار مع أكيوت إكسيرسيربيشن إف خلصنا. خلينا نخلص فضولة عن جد عشان تطلع المحاضرة كاملة. إنكريج ريجولر فيزيكال أكتيفيتي من 30 ل 45 ديلي منت طبعا إكسيرسايز ترينينج بيسنج أوف أكتيفيتيز. شو يعني بيسنج أوف أكتيفيتيز؟ كنا نبلش بالخفيف حسب استحماله بنصير الزيت ولما ياكل بدي يستنى ساعتين ليهضم عشان يقدر يروح يعمل فيزيكال اكتيفيتي. دير باله يعمل اي اكتيفيتي بالهوت وذر او بالكولد وذر لانه بده يزيد الميتابوليزم ويزيد الورك لود على الهارت. موديفاي اكتيفيتيز حسب استحماله حسب توليرانس والبوزيشن تاع البيشنتس لازم يكون سيمي فاولر هيد اوف ذا بيد از اليفيتد او از اليفيتد.
fluid volume excess بدي أعمل assessment دائما على sign symptoms. يصير مثلا عنده edema daily weight intake والoutput diuretic therapy إنه البيشنتس يلتزم فيها. أكثر شيء بيعانوا منها البيشنتس متى؟ بالليل. بقول لك أنا مضيع رايح جاي على الحمام. الليزكس مثلا شغله 6 ساعات، فأنا بقول للبيشنتس بتاخذ 6 الصبح 6 المساء، من 6 المساء لل 12 بالليل بيكون خالص تأثيره، فبالتالي بتقدر تنام لك 6 ساعات بالليل وأنت مرتاح. فلويد انتيك، فلويد ريستريكشن، هذول حسب الحالة ممكن أقل من 2 لتر او لتر ونص، او ممكن مرات كنا نخليهم بس لتر واحد يا يشرب سوائل. مينتنس اوف صوديوم ريستريكشن. بيشنتس ايدوكيشن على الميديكيشن يلتزم فيها. الدايت شو لازم يكون؟ لو صوديوم دايت. قديش؟ 2 جرام بير داي. هسا هذول البيشنتس تبع الهارت فيلر ما بيزبط لهم مش لا الهايبوناتريميا ولا بيزبط لهم الهايبرناتريميا. النورمال ادلت احنا وياك الامريكان هارت اسوسيشن بتقول انه 1.5 طلع، بينما بتاع الهارت فيلير 2 جرام. تمام، لانه بياثر عليهم الهايبرناتريميا، ممكن يعمل سويلنج بالسيلز ويزيد الورك لود في الاخر واللزوج وبتاثر على شغل الهارت. فانا ما بديش اياهم ياخذوا 2 جرام. عشان هيك قلنا لكم قبل شوي لما نعمل انترفينشن بنعلم مين؟ بيشنت والفاميلي كير جيفر. انتوا الاثنين مطالبين انكم تخففوا الصوديوم. Monitor signs, symptoms of fluid volume excess أو أو إنه يصير عنده hypotension مثلا، البيشنت يصير في عنده crackles زيادة، أو إنه يزيد الويت تاع البيشنت. Exercise and activity program نعلمه كيف يعملهن. Stress management والcoping mechanism. Prevention of infection، أي infection pulmonary، لأنه صار في عنده fluid في الايروي، ومتى يرن على الدكتور، وكمان شو قلنا انكلود فاميلي بالإدوكيشن. الله يعطيكم العافيه وسامحونا بس لا تسامحوناش كثير. 12 دقيقه بريك تتوش علي.